مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس 32 بدروس البرمجة بلغة TTCL على راوتر سيسكو. بهذا الدرس رح نكمل في Regular Expressions أو التعابير النمطية. رح نحكي عن تصنيفات الأحرف. أوكي، هلا إحنا قبل كنا مثلا، خلينا نمحي هاي رح نرجع لهم. تمام، كنا أول مثلا بدي أعمل كات وفات وسات، ففيني أستعمل كات هيك سي أي سي إف عفوا و اس وحط هيك و اي تي، على اساس انا بدي هالثلاث احرف بس. بس انا بلكي بدي الابجديه كلها، او بدي مثلا يعني بيهمنيش شو الحرف، بس بدي يكون حرف ابجدي. اوكي، فا او مثلا بدي هون يكون في رقم، او مثلا هون بدي يكون في فواصل. كيف بدي اقول؟ بس بديش انا كل شوي اعد الفواصل، خاص في لهم اسم معين. كويس، فمشان هيك في لهم طريقه هن بسموه تصنيفات الاحرف، كاركتر كلاسز. حط هيك ونحط هيك بعد منهم نقطتين فوق بعض، بعدين نكتب اسم التصنيف مثلا الفا، بدي بس احرف. اوكي، بحط هيك، حط هيك مثلا، وبدي اي تي، هيك بصير بياخد شو ما كان احرف. اوكي، هلا بدنا نشوف شو اسماء التصنيفات. افتح الدليل، نرجع لهاي هون، هي هون. هلا عندنا الفا يعني حرف انجليزي، بده يكون لاتيني، كبير او صغير مش مشكله، بس حرف. عرفت كيف؟ ابر يعني حرف لاتيني كبير، كويس. لور حرف لاتيني صغير، كويس. ديجيت معناه رقم بس، او خانه رقم يعني. هون بيقولوا اكس ديجيت يعني خانه رقم 16 عشري. 16 عشري يعني لما انا باجي بعد عادة من 0 لل9، وبدي مثلا افتح، يعني بدي احط اي رقم. اذا صارت 9 بدي اقول، بدي احط مثلا 99، او بدي احط، او خلينا نقول 98 مثلا، بس بصير 99. بعدين شو بتعمل؟ بتعمل 0 0، وبعدين بتحط هون 100. كويس، هيك نحن بنعد، ببلش بخانة جديدة من الواحد، كويس، او من الصفر، وات ايفر. هلا حسب الحاجة. هلا ال ب 16 عشري، اوكي، عندهم الخانة الماكسيمم فيها او الاكثر، احد الاقصى فيها هو 15. يعني بتصير انت بس تصير تعد على 15 شيات، كل خانه بين قوسين لو فرضنا في خانه بتصير 15 شيات. ولكن بيرمزوا لهم هدول الارقام اللي فوق التسعه بالاحرف، يعني بتصير عندك من 0 لل9 ومن اي لحد اف. اوكي، فالاي هي 10، هيدا تساوي 10، وعد لحد ما تعد توصل للاف تصير 15. اوكي، هاي هي الاكس ديجيت. هلا بناتنا انا ماني اكيد اذا بتاخد كمان حرف صغير، يعني زي الاي والاف يكون حرف صغير مش مشكله. هلا بس المهم انه هذا هو الحرف ال 16 عشري، واللي هو بتلاقوه بالماك ادرس، بس عنوان الماك تبع كرت الشبكه. طيب بنتابع. هلا في عندنا الالنوم. الالنوم يعني بتجمع بين الفا والديجيت. اوكي، يعني حرف وما بيهم شو حالته، كبير او صغير، وبعدين ممكن يحتوي على رقم، طبعا مش رقم 16 عشري. بعدين لانه لو حتى قلنا رقم 16 عشري هي ذاتها، يعني عرفت كيف؟ لانه الاحرف والارقام سوا سوا، وهي سوا محطوطين. طيب برنت يعني رقم بينطبع، بيطلع معك على الشاشة بس، وهذا بيتضمن حرف الفراغ. طيب بلانك يعني حرف فراغ، بس مش مهم اذا كانه حرف الفراغ نفسه سبيس، كويس، او حرف زر التاب، كويس، اللي هو على قد ابهام يعني. اوكي، نحنا نحط هذا فراغ. اوكي، نحط هيك فراغ، تمام، نحط حبة واحدة فراغ بس. التاب تكبس زر التاب يعطيك اياها كذا، عفوا يعطيك اياها طويلة، يعني فيها شيء يمكن 8 احرف مرات بخبطة واحدة. تمام، هذا لما تحطه انت اول ما بدك تبلش الفقره تبعك. تمام، هلا بعدين في عنا سبيس، بس مجرد حرف فراغ واحد. اوكي، بعدين بانكت يعني بانكتشويشن. كلمه بانكتشويشن يعني الفواصل والتنقيط كله. اوكي، فالنقط والفواصل وعلامات الاقتباس كلهم دول بصف واحد، بتصنيف واحد، كويس، اللي هو اسمه بانكت، تكتب هيك بانت. بعدين جراف يعني
حرف له يعني تمثيل بنشاف، اوكي مش مهم يعني، كمان بيناتهم يعني الفواصل كل الاحرف كل الارقام وشو ما كان، اوكي ببين على الشاشة هذا جراف. طيب كنترول معناها الحرف مثلا مثل الاحرف سطر جديد، اوكي هذول لانه بيتحكموا بطريقة عرض النص، اوكي او مثلا الاحرف اللي بتنبعث على خط السيريال، تمام الخط كيبل السيريال هول بتشوفهم في الكنترول. طيب نكمل. فاذا فاذا هدول هن الكاركتر كلاسز او التصنيفات اللي بدنا نحكي عنهم او كنا بدنا نحكي عنهم. هذا كل شيء، شكرا.